محمد صلاح ومحمد رمضان، فخر العرب والأسطورة، الفرعون المصري ونمبر وان. الدنيا مقلوبة امبارح واول على السوشيال ميديا لسببين مهمين جدا، واحد خاص برمضان والتاني خاص بصلاح. اللي خاص بيه محمد رمضان ان في الداخلية قبضت على مؤسسات وشركات وهمية بتمنح الدكتوراه الفخرية والشهادات او المؤهلات لبعض الناس بيش فلوس، ومهم ما لهمش اي كيان ولا اصل، وبتبقى شهادات مزورة الاسم بس ان احنا بنعمل بروباجندا كده وتكريمات وشهادات وجاية من بره وجاية من جوه، وبيتحكوا على الناس وبياخدوا فلوس. وانا عصرت الجزئية دي فعلا والله العظيم، وطلب مني مرة ان انت تاخد دكتوراه في الاعلام ب$2000. طبعا مستحيل نعمل كده يعني، الحمد لله. المهم بقى، المؤسسة دي ادت لمحمد رمضان الدكتوراه والشهادات الفخرية والتكريمات زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، وهو طبعا فرح واشتغلنا واشتغل بالموضوع ده. وتطلع الداخلية تقول ان المؤسسات دي هي اللي ادت لمحمد رمضان الشهادات المزورة والدكتوراه الفخرية، وهي شركات ليس لها محل من الاعراب، ومزورين وناس مش تمام، وتم القبض عليهم بالفعل. وهنا يا جماعة قبل ما اقول لكم بقى قصة صلاح، عشان قصة صلاح بقى موضوع حدث ولا حرج، لايك ونشير كده ونشترك في القناة ونشير الفيديو عشان اللي جاي ده مهم قوي. محمد رمضان اكتر من مرة يحصل معاه الموقف دوت ويبقى فيه حفلات والتكريمات ديت، ودينا شفنا بعد بيانات الداخلية من فضلك لو ما فيش جهة رسمية، خد بالك بقى جهة رسمية، حتى المؤسسات والشهادات اللي بتيجي من بره لازم يبقى فيها جماعة توثيق اسمه وتوثيق وزارة الخارجية، الخارجية والقنصلية المصرية او بالخارج او السفارة المصرية بالخارج مع التعليم العالي او الجهات المعنية، هي دي اللي تخليك تضمن انت واخد شهادة بجد ولا لا. زي التكريمات اللي بنشوفها كده فنكوش على السوشيال ميديا، يقول لك الاعلامية فلانة والاعلامي فلان ما انزل الله بيها من سلطان يعني، واسماء المهرجانات نفسها رهيبة جدا. ايه بقى اللي حصل مع عم صلاح؟ عم صلاح زي ما انتم شايفين كده في الصورة هنا، صلاح بيحضن مراد كلوب في الكواليس في الممر قبل ما ينزلوا الملعب زي ما انت شايف معايا كده الصورة. الناحية التانية، الصورة التانية، كلوب بيحضن مراد صلاح وهي بالحجاب في الملعب. عشان ما حدش يزايد، في اوروبا يا جماعة عموما التصرف ده عادي جدا جدا جدا، بل بالعكس ده في اوروبا الراجل ما يقدرش يبوس راجل زي ما يبوس بالخدين كده، دي يبقى حاجه معناها شمال مش كويس، لكن يقدر يبوس الست حتى لو مع مراته، يعني انت تبوس ده يبوس مرات ده وده يبوس مرات ده، لكن يبوسوا بعض هما كرجاله ليها معنى سلبي وحش خالص. ففي المجتمع الاوروبي المشهد ده مألوف جدا، بصرف النظر بقى ان ده حرام وحلال، انا بكلمك دلوقتي في فكره المجتمع وثقافه المجتمع. واعتقد الناس اللي قاعده تقول يا عم صلاح يا ابو مكه الحلال والحرام، ومراتك بتتحضن وتتباس مرتين في الملعب من كلوب زي ما انتم شايفين كده الصوره، وانت كمان بتحضن مراته، الناس حتى دايما محمد صلاح يا جماعه في حته الجزئيه الخاصه بالتدين والجزئيه ان انت في حاجات معينه ما تقدرش تعملها، فبيتكلموا من هذا المنطلق. انا مش طالع بقى نظر على محمد صلاح واقول لك حلال ولا حرام، لكن انا طالع اوصفها لك في شكل ان ده في اوروبا وهو عايش في انجلترا ان ده طبيعي جدا. طب ده طبيعي جدا معناه ان احنا نقبل بيه او نرفضه؟ كل واحد فيكم هيقول رايه تحت الفيديو ده لما تشوفوه. انت قابل التصرف ده من وجهه نظرك ولا لا مع كل الكواليس دي؟ كل واحد يخليه في حاله، المجتمع الحلال الحرام كالعاده، انتوا عارفين السوشيال ميديا بتهري دايما في الجزئيات دي. لكن انا شايف ان الناس عشان حتى صلاح دايما لما كان بيجيب جون وبيقعد يسجد، وكان قبل ما يعمل شعر صدره مره، وان الناس شايفاه متدين وعلاقته بمحمد ابو تريكه، فبالتالي الناس غيرانه عليه وعلى مراته المحجبه اللي عملت، يعني دايما النجم اللي تحت الميكروسكوب بيبقى الناس بتتكلم عن كل كبيره وصغيره. والسؤال، انت مع ام ضد او بلاش مع ام ضد؟ كيف ترى وتقيم الصوره دي والصوره دي؟ تنساش تشترك في القناه.